بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أسئلة كثيرة تريدني ملخص هذه الأسئلة: كيف أعود إلى الله؟ كيف أتوب إلى الله؟ ما هو أسهل طريق للتوبة إلى الله، للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنسان يعصي الله ثم يندم فيتوب، ثم يعصي الله ثم يتوب ثم يعصي الله، وهو حائر حتى فقد الأمل وقال أنا لن أتوب قبل أن تكون التوبة نصوحة، وبالتالي عاد للمعاصي. ماذا يفعل؟ أخي الحبيب، انظر هنا، الشيطان لا يريدك أن تتوب. أنا سأعطيك ملخص لحديث نبوي سترتاح منه كثيرا، سيعجبك كثيرا هذا الحديث، وبخاصة للعصاة. هذه رسالة للعصاة، من غمس نفسه بالمعاصي ولا يجد طريقا للخروج منها. هناك إنسان ارتكب معصية فقال يا رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو قال أي رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا هذه الكلمة، مع أنه عاص، انظر هو ارتكب معصية، ولكن بمجرد أن قال اللهم أو يا رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ دقق معي أخي الحبيب، هذه الكلمات تخرج من فمه، كلمة طيبة هذه، وإليه يصعد الكلم الطيب، تخرج يحملها ملك يصعد بها إلى السماء. تخيل، تخيل أنت أيها الإنسان الضعيف العاصي، بمجرد أن تقول، لم تفعل شيء يعني، لازلت منغمسا بالمعصية، ولكن تنبهت فجأة وقلت يا رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. وهذا حديث صحيح على فكرة، أنا أشرح لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنفهم ما الذي يحدث. مباشرة سيأخذ هذه الكلمة أو هذه العبارة ملك ويصعد بها إلى السماء، فيقول الله تعالى لملائكته الكرام ماذا يريد عبدي؟ قالوا يا رب عبدك فلان أذنب ذنبا أو أصاب ذنبا وقال اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. قال أو علم أن له عبدا، أعلم أن له ربا، يعني هذا العبد أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا نعم يا رب علم. قال أشهدكم أنني قد غفرت لعبدي. سبحان الله، حتى الملائكة تستغرب، فقط هذه الكلمة. طيب يا أخي ماذا تخسر إذا قلتها؟ نظنها سهلة، نظنها بسيطة، ولكن عند الله عظيمة. الشيطان لا يريدك أن تفعل هذا على فكرة، الشيطان لا يريدك أن تتوب إلى الله. فانظر طريقة سهلة للتوبة، فقط أن تقول يا رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، غفر الله لك. طيب بعد فترة مكث هذا الرجل ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا مرة ثانية. انظر نهاية الحديث لطيفة جدا، ستبكي والله، سيبكي الإنسان المذنب عندما يسمع هذا الحديث من سعة رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. يمكث ما شاء الله هذا العبد، ثم يصيب ذنبا فيقول يا رب، يعود يكرر نفس الكلام، يا رب أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيصعد الملك بهذه الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا نعم يا رب. قال قد غفرت لعبدي، هذه المرة الثانية. ثم يمكث ما شاء الله، كما هو حالنا الآن، يعني سبحان الله بعض الأشخاص كل مرة يقول سأتوب ثم يعود للذنب. المرة الثالثة يصيب ذنبا أو يذنب ذنبا فيقول يا رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيصعد الملك في المرة الثالثة. انظر معي هنا الشاهد أخي الحبيب، فيقول
الملك عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا نعم يا رب. قال أشهدكم، والله غني أن يشهد أحدا، ولكن ليؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، أني قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. فليفعل ما يشاء، معقول؟ يعني كرت أخضر كما يقولون. نعم، لماذا؟ لأنك ما دمت أخي الحبيب تتوب وترجع، الله معك. لذلك ماذا قال تعالى؟ قال إن الله يحب التوابين. ما معنى تواب؟ كثير التوبة. طب إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب ولم يذنب أبدا، إذن أين كلمة تواب؟ من يخاطب هنا؟ الله يخاطبني ويخاطبك. إذن لابد أن تنغمس أيها الإنسان بالمعاصي وتتوب ثم ترجع، ثم ترجع للمعاصي ثم تتوب، ثم ترتكب ذنبا ثم تتوب، وهكذا. فأنت الآن من التوابين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا أخي الحبيب، هنا لا ينبغي أن تقول والله أنا لا أتوب، أنا كذا أنا كذا، الشيطان يغويك. لا، قل أنا سأبقى في حالة توبة حتى ألقى الله، حتى لو لم يبقى من عمري إلا ثانية واحدة سأتوب إلى الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حال هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ومن المؤكد أن له أعلى مكان في الجنة. هو الله قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الكلام نزل في مكة، يعني النبي كان في بدايات الدعوة في سورة الأنبياء، ونزل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ هل جلس؟ لا، قال: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. كل يوم يتوب إلى الله 100 مرة. نحن بحاجة للتوبة أيها الأحبة، ليس هناك إنسان مثالي، كل البشر يخطئون، ولو لم يخطئوا لذهب الله بهم وجاء بقوم أخطأوا فاستغفروا فغفر لهم. لماذا؟ الله هو الغفار، صيغة مبالغة، الغفار يعني كثير المغفرة. ماذا يغفر؟ يغفر الذنوب. لذلك أخي الحبيب، التوبة سهلة جدا، ولكن يجب أن تغير نظرتك للأمور. إياك أن يأتي الشيطان ويقول لك: والله أنت الآن تدخن، كيف ستقول يا رب أنا تبت إليك وأنت تدخن وترتكب معصية وتلوث فمك وتضر نفسك؟ دخان انتحار بطيء. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، أنت تضر نفسك وتضر أولادك، ما يسمى بالتدخين السلبي، وتضر المجتمع وتنفق أموال بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التبذير. لا تدع الشيطان يقول لك لا تتوب. لا، تب كل يوم، تب إلى الله كل يوم، تب 100 مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي يوم، وهذا ما حدث معي على فكرة، سيأتي يوم تجد أن التوبة أصبحت توبة نصوحة. ولكن الكارثة أن تفقد الأمل من الله. لذلك سيدنا يعقوب، هنا هذه الآية أنا أرددها كثيرا، حبذا لو نحفظها، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب، إنسان فقد ابنه 40 سنة ولم ييأس من الله، غريب. ما هذه القوة في الثقة؟ ما هذه قوة الثقة بالله، قوة التوكل على الله؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بقي واثقا بالله، لم ييأس 40 سنة حتى رد الله إليه ابنه. فأنت حتى لو مكثت تدخن أو تعصي الله 10 سنين لا تيأس، كل مرة تب إلى الله. لابد أن تكون هناك مرة تأتي التوبة النصوحة، عندما يعلم الله صدقك وصدق توبتك بالفعل يمن عليك بهذه التوبة. وكما قلت لكم أنا، هذا يحدث معي كثيرا،
في كل أنواع المعاصي بما فيها الدخان وبما فيها الموسيقى والأغاني وبما فيها النظر إلى ما حرم الله، كل شيء سبحان الله. الله عز وجل هنا يتوب على عبده توبة نصوحة، ولكن قد تتأخر التوبة لأن الله يريد أن يعلم صدقك أنك صادق. فبما أنك تصر على التوبة في كل مرة تتوب، في كل مرة تعلم أن هناك إلها يغفر الذنب، فلابد أن يأتي هذا اليوم الذي يتوب الله به عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.